يمكن دكتور عصام بعض الناس بتقول انه في دايما خلاف، وده اللي بيتقال مؤخرا، انه هناك خلاف واضح وظاهر ما بين النظام المصري ونظام الاماراتي في كثير من الملفات، وانه النزاع ده بدا يطفو على السطح في اكثر من مشهد. لكن احنا منذ ايام قليله راينا محمد بن زايد في قلب القاهره، وكانت يبدو انه العلاقه جيده ما بين الطرفين. اولا، هل في خلاف ما بين القاهره وابو ظبي الان؟ وعلى ماذا يدور هذا الخلاف إذا كان موجودا؟ طيب، هو يعني برضو أنا أحيل هنا لخالد، لأن خالد من فترة تقريبا كان أشار على صفحته على حساباته الشخصية إلى التقرير اللي نشرته مدى مصر قبل أن تتم ترجمته إلى اللغة العربية، أشار إليه باللغة الإنجليزية ونشر ملخصات، وكان يتحدث بدرجة كبيرة عن طبيعة العلاقات بين النظام في مصر والنظام في الإمارات، وأن بينهما مجموعة من الخلافات، وموقع مدى مصر له أهميته، لأن في النهاية له يعني كثير من التقارير ترتبط بدرجة أساسية كبيرة بمعلومات أعتقد أنها تعود إلى مصادر يعني موثوق فيها بالنسبة لهم. هذا جانب. الجانب الآخر، الحديث عن الخلافات، أيضا أنا أحتاج يعني من وجهة نظري أن هذه الخلافات خلافات في التكتيكات وليست خلافات في التوجهات والأهداف الاستراتيجية للنظامين. عبد الفتاح السيسي يعلم يقينا أنه يعني أحد أهم الداعمين الإقليميين له في سياساته الداخلية وسياساته الخارجية، بل وفي تحريك الانقلاب العسكري كان النظام في الإمارات، وأنه خلال السبع سنوات الماضية حققت الإمارات بالفعل تمددا غير طبيعي على المستوى الاستراتيجي في معظم في عدد كبير من الملفات المهمة في مصر، سواء فيما يتعلق بمنطقة قناة السويس أو فيما يتعلق بقطاع الصحة أو حتى في قطاع التعليم مؤخرا. والإمارات كانت أحد أهم الأدوات التي اعتمد عليها في تحديث منظومته العسكرية، سواء من خلال إتمام عدد من الصفقات العسكرية، وأيضا يعني أشيد أيضا هنا بتقرير يعني إشارة تستحق التقدير، بتقرير قام به الأستاذ خالد فؤاد منذ سنتين تقريبا حول صفقة المنستر التي حصلت عليها النظام في مصر وتم نشره في المعهد المصري. مثل هذه الأنماط أو المؤشرات الاستراتيجية تحد بدرجة كبيرة من إمكانية الانفصال بين النظامين. قد يكون هناك اختلاف في الأدوات، اختلاف في التكتيكات، ولكن أعتقد أنهما يتحركان استراتيجيا بشكل داعم وقوي، كل منهما يدعم الآخر في كثير من سياساته. طب هم دلوقتي مختلفين على يا دكتور عصام؟ لا، هي الفكرة مش في اختلاف، الفكرة فين؟ أحيانا يكون الموقف من تركيا. أعتقد أن الإمارات كانت تراهن بدرجة كبيرة على النظام في مصر أنه يمكن أن يقوم بشن حرب مباشرة ويتدخل عسكريا في ليبيا في لمواجهة التمدد التركي في الأراضي التركية في ليبيا، بعد اتفاقية التي تم توقيعها لترسيم الحدود البحرية أو المنطقة الاقتصادية بين تركيا وليبيا. ولذلك من وجهة نظري أن الخلاف نشأ من هنا، أو قد يكون أحد أسباب الخلاف أنها نشأت من الإمارات راهنت كثيرا على أن السيسي يمكن أن يتدخل، وبالفعل حشدت الكثير إعلاميا لهذا التدخل، وتم تجنير عدد كبير من القنوات والوسائل الإعلامية المحسوبة على الإمارات، وعدد من الإعلاميين المصريين المحسوبين أيضا على الإمارات للحشد في هذا الاتجاه، أن الجيش المصري قادم وأن الجيش المصري سيتدخل، وتم نقل عدد من الفيديوهات المصورة حول حركة على الحدود للجيش المصري في ذلك التوقيت، واجتمع السيسي بشيوخ القبائل الليبية وتحدث عن خط أحمر يمتد إلى سرت. كل هذا عظم الطموحات الإماراتية في أنها ستستخدم الجيش المصري كأداة وظيفية لتحقيق أهدافها في الساحة الليبية. يعني بلغة أخرى، الإمارات كانت عايزة مصر تشارك بقوات برية يعني مع حفتر؟ طبعا مؤكد. المؤشرات كلها كانت تدفع تؤكد هذا التوجه، لأنها في النهاية مجرد وجود تركيا في أي ملف من ملفات المنطقة هو تعتبره الإمارات نوع من أنواع التنافس الاستراتيجي، وأنها تتعامل ليس فقط مع منافس استراتيجي ولكن مع عدو استراتيجي. الإمارات تتدخل في الشأن التركي بدرجة كبيرة في الداخل التركي أيضا، وليس في الملفات التركية الإقليمية المتعارضة بين الدولتين، سواء في ليبيا أو في قطر أو في ملف الشرق المتوسط أو في غيرها من ملفات هذه. طب ما هنا دكتور عصام، ممكن بعض الناس يقول لك أنه الكلام ده يحسب للسيسي، أنه هو لم يغامر بالجيش المصري في معارك أو في مغامرات تريدها الإمارات مثلا. لا، هو السيسي، خلينا برضو نحط نقطتين أو نقطة في مجموعة نقاط فوق حروف مهمة. السيسي يدرك أبعاد اللعبة التي تقوم بها الإمارات وتقوم بها السعودية، ويعرف كيف يقوم بابتزاز هذين النظامين،
هو يعلم أن هذين النظامين بحاجة إلى داعم إقليمي قوي ممثل في الجيش المصري، وأنهم عندما تم الإعلان عن الحرب في اليمن في مارس 2015 كان رهان السعودية على المؤسسة العسكرية المصرية لتقود العمليات العسكرية في اليمن، ولكنه لم يتورط في هذه الحرب. نفس الأمر عندما تم التدخل في ليبيا عندما قام انقلاب حفتر في أبريل 2000 في فبراير ثم في أبريل 2014، كان الرهان أيضا على أن عبد الفتاح السيسي سيكون الداعم الأول له بقوات عسكرية مباشرة. هو يشكل أحد أهم داعميه، ولكن على المستوى اللوجستي التدريبي التسليحي العملياتي الخبرات، ولكن أن يقوم بنقل قوات بشكل مباشر للتدخل بحجم كبير كما حدث مثلا في بالنسبة للنظام في تركيا، لا أعتقد أنه يمكن أن يندفع في هذا الاتجاه، لأن في النهاية هو يعلم تماما أن اليمن تشكل مستنقعا لكل من شارك فيه، ليبيا يمكن أن تشكل مستنقعا لكل من شارك فيه كما الحال في سوريا، ولذلك هو يجيد المناورة بهذه الأوراق ويجيد ابتزاز الأطراف الإقليمية الداعمة، ويعرف ماذا يريد منها ومتى يتوقف ومتى يتقدم.